وصلت إلى مطار العريش الدولي شمال سيناء 6 طائرات جديدة تحمل على متنها كميات من الأدوية والمساعدات الغذائية والإغاثية المتنوعة إلى قطاع غزة. هذا وأكد الهلال الأحمر المصري أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي حتى أمس بلغت نحو 330 طائرة حملت على متنها أكثر من 1000 طن من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية المتنوعة. هذا وتجري فرق الهلال الأحمر عمليات تفريغ المساعدات ونقلها إلى مركز الخدمات اللوجستية في العريش تمهيدا لنقلها إلى ميناء رفح البرية تبعاً.